اهلا بكم اصدقائي المشاهدين في لقاء يجمع بين الفول والطعمية والكبسة السعودي. وادي اول كور اللقاء، مش ممكن، جول 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 ياسر الكاسر، نتع الكبسة السعودي شقت فول من امه 2.5 جنيه، ضربها في بعضها بوصها حمضت. يا عيني يا عيني، اول كرات اللقاء اهداف اهداف، مش ممكن. النادي الاهلي بيسجل اول الاهداف في شباك الكبسة السعودي. وايه ده، في ايه تدخل؟ بتعمل يا دين النبي، بتعمل ايه يا بريرا؟ بتعمل ايه يا بريرا؟ خد لك واحده فورجي فودافون كاش واطلع بره وشدة الحال. وادي كوره لخبطه ومش ممكن، جول 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 جول، ده ياسر ابراهيم ناوي ينزل لهم كل الاكلات الشعبيه يا جدعان، نتاعهم واحده تانيه شقت مسقعه بالزيت وبالسمنه. يا عيني مش ممكن يا جدعان، الكبسه ضربت، الكبسه ضربت الليله. وفي ايه بتعمل ايه؟ كانه نتع ياسر ابراهيم واحده من تحت زي ما نتاعهم شقت فول وشقت مسقعه. والحكم اداله ايه؟ اداله واحده فودافون كاش، فودافون كاش على اخوك بريرا، وجهزوا الجمال وشدوا ترحال الرياض. والثالث الثالث يا عبد قادر يا فاجر، مش ممكن مش ممكن، عدى من سعود عبد الحميد الكلسون. يا سعود الكلسون يا سعود، فتحت رجلك بالطريقه دي ليه؟